والأخوات المؤمنات. أيها المصلون، تقبل الله صلاتكم ودعاءكم وأعمال بركم وخيركم في مثل هذا الشهر الفضيل، في مثل هذا اليوم الفضيل الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. وصلى الله على رسوله محمد بن عبد الله. الذي بعثه لإنجاز عدته وإتمام نبوته، ثم اختار سبحانه له لقاءه، ورضي له ما عنده، وأكرمه عن دار الدنيا، ورغب به عن مقام البلوى، فقبضه إليه كريما صلى الله عليه وآله، وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها، إذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح ولا علم قائم. ثم الصلاة والسلام على الأطايب من أهل بيت محمد وعلي، السلام على الشموس الطالعة والأقمار المنيرة والأنجم الزاهرة، أعلام الدين وقادة الأمم. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة. بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. جعلنا الله وإياكم من أهل تقوى إن شاء الله. في نهاية شهر ذي القعدة وبداية شهر ذي الحجة الحرام، حدث إلهي ملائكي احتفت به السماوات والأراضون بزواج النور من النور، زواج علي لفاطمة الذي لم يكن ليكون لولا أن كان علي فكانت له فاطمة كفء، وكانت فاطمة فكان لها علي كفء، ولولاه لم يك في هذا العالم كفء ليقترن بسيدة نساء العالمين الزهراء البتول صلى الله عليه وسلم. هذه المناسبة، دعا بعض علمائنا إلى اتخاذها أسبوعا، ليس يوما فقط، أسبوعا للأسرة المسلمة لتسليط الضوء على نموذجية الأسرة في الإسلام من خلال التجربة النورانية لعلي وفاطمة صلى الله عليهم. لذلك
عندما نتطلع إلى نموذج يقتدى به، نموذج هللت له الملائكة في السماء ونزل جبرائيل عليه السلام ليبشر به، لسنا بحاجة إلى طرح أي نموذج آخر. مع احترامنا للكثيرين الذين يعني يتوسلون نماذج من هنا وهناك، مهما كانت فيها من السمو أو من الإيجابية، لكنها لم تصل إلى نموذج حباه الله تبارك وتعالى بهذه الرعاية وبهذا الاهتمام. واللي عنده أمثال هذه النماذج لا أظن أن يليق به أن يسعى ليطرح نموذج الزواج في هذه الثقافة أو في تلك الثقافة، أو ليأتي بأفكار من هنا وهناك. ولكن للأسف نحن عندنا مشكلة أنه نذهب بما في أيدينا دائما، ونطلع دائما إلى ما في أيدي الآخرين. هذا سببه قلة الاعتناء والاهتمام بالثقافة الأصيلة، بالمعرفة الأصيلة، بالتاريخ المعصوم، التاريخ الزاهي في سيرة محمد وعترته الطاهرة صلى الله عليه وسلم. كيف يريد الإسلام من خلال مدرسة أهل البيت أن يقدم نموذجا للأسرة المسلمة الصالحة الوادعة الهانئة المطيعة لله، والتي يسود فيها المودة والرحمة كما وصف رب العزة وجعل بينكم مودة ورحمة؟ خلينا نأخذ نموذجين فقط للإطلالة على كيفية التعاطي الزوجي، الرحمة، المحبة، الحنان، العاطفة التي تنبع من قلب صادق يعزز هذه العلاقة ويمتنها ويمنع خرابها أو تعرضها للاهتزاز بأي شكل من الأشكال. عندما نأخذ نموذج علي عليه السلام في وداعه لزوجته وصنوه وكفؤه فاطمة صلى الله عليه وسلم عليه، لم يتردد، وهو بطل الأبطال وصنديد الصناديد، طاهر الفرسان وخالع البيبان، أن يذرف دموع الصدق والوفاء رأفة ورحمة ومحبة بالراحلة عنه. عندما وقف على قبره الشريف يقول: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك. البائدة في الثرى ببقعتك، والمختار الله لها سرعة اللحاق بك. قال: يا رسول الله، عن صفيتك صبر. لاحظوا ما دخل هذا الإباء والعنفوان العربي أنه يمنعه أنه يتحدث عن مشاعره الحقيقية أمام زوجته، كما يعيبون اليوم في بعض المجتمعات وفي بعض التقاليد أن أنت رجال ما يصير مثلا تحكي بهاللغة الحانية أو بهاللغة اللي فيها. ولكن الإنسان إنسان ينطلق مما أودع الله فيه،
من وجدان وعاطفة ومشاعر لا يمكن له أن يقتلها أو أن يقضي عليها بحال أو أن يخفي حقيقتها في مثل هذه اللحظات. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. ثم في موقف مماثل وقف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد فتح مكة عند قبر السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليه وذرف الدمع، وهو الذي كان في كل حياته وبعد وفاتها رضوان الله عليها يذكرها ويثني عليها ويجلها ويبين موقعها منه ومن الرسالة، حتى وصل الحد أن بعض نسائه يغرن من هذا الأمر. طيب، هذه النماذج عندما تطرح في صدر الإسلام قبل 1400 عام، هل يحق لنا أن نأتي اليوم بعد كل هذه السنوات الطويلة أمامنا نماذج معصومة كنموذج رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام، كي يدعي البعض أنه والله بده يجي للغرب ليتعلم كيفية الإطراء والثناء والمديح وإبراز العاطفة للزوجة؟ لا، من قال لك؟ مين قال أن الغرب بده يعلمنا هذه الأمور؟ نعم، هون بيستخدموها بعضهم يستخدموها كوسيلة من وسائل يعني الفنون الكلامية الاستعراضية التي تستخدم لأهداف وغايات مادية أحيانا، لكن الإسلام يريد لك أن تتصرف من موقع أنك تتعامل مع عبد مؤمن صالح شاركته الحياة وعشت معه في السراء والضراء لحظات الأسى والألم ولحظات الفرح والأمل. لا يمكن أن تكون بهذه البساطة إنسان تخون العشرة، تخون الشراكة، تخون هذا العقد. ما اسمه عقد زواج؟ اسمه عقد. هذا العقد والعهد والالتزام الذي أشهد الله تبارك وتعالى عليه. في شباب وشابات يسألوني، طيب إنه طالما عند المذهب الشيعة أهل البيت ما في شرط شهود في الزواج، إذن كيف يعني من الذي يثبت شرعية هذه العلاقة؟ وقل لهم هون هو السر، انه حتى الشهود ما مطلوب. ليه؟ لان المساله لا ترتبط بالناس بقدر ما ارتباطها بان تشهد الله عز وجل على الكلام الذي اعطيته وعلى الايجاب الذي اجبته وعلى القبول الذي قبلته في هذه العلاقه. تصبح المسؤوليه اكبر. ولو كان مجرد شهود ناس عاديين بعد فترة بيشمرهم وتغيرهم رأيهم تعملهم أي طريقة بصيروا يقلبوا بالكلام، وهذا بيقول لك نسيت وهذا بيقول لك ما تذكرت. ولكن الأهمية تنبع من أن الشاهد على هذه العلاقة. ولذلك عندما تأتي لتلتزم بحرفية العقد، ليش؟ في ناس بيقولوا طيب شو المشكلة استخدمنا ألفاظ أخرى؟ شو المشكلة إذا رحنا إلى الكاتب العدل إلى النوتار سوينا زواج مدني؟ ما بيفرق كثير على فكرة كتوافق، يعني في إيجاب وقبول، صحيح؟ لكن ليش الإصرار على الصيغة الشرعية؟ حتى يتذكر الإنسان أنك تلفظ ما تلفظ والشاهد عليك هو الله تبارك وتعالى، ليس القانون المدني الوضعي وليس أي جهة أرضية أو بشرية، إنما تلتزم بحرفية ما جاء به الشرع الحنيف لكي تقول أن علاقتي بك
هي علاقة يشهد الله تبارك وتعالى عليها ويرضى الله تبارك وتعالى عنها. إذا كنت على مستوى هذه الشهادة، على مستوى هذه العلاقة، نعم بدك تتقي الله فيها وتتقي الله فيك، لا تؤذيها ولا تؤذيك، ولا تعضلها ولا تقسو عليها، ولا تحول حياتك إلى نكد، إلى برم، إلى ضيق، إلى ولا تحملك فوق طاقتك، ولا تتردد في مدحها وشكرها والثناء على عملها وجودها. ليش؟ لأنك تشعر أنك اقترنت بها وهي غريبة عنك، وسلمتك نفسها وأنت غريب عنها، فقط لأن الله تبارك وتعالى أحل لكما هذه العلاقة. يعني بتفوت على حصن شرعه الله عز وجل، ولكي تعيش فيه أمان واستقرار وطمأنينة عليك أن تتذكر دائما، وعليها أن تتذكر دائما أن الله تبارك وتعالى يرى، يسمع. ألم يسمع شكوى التي شكت للنبي؟ كل كلام واضح. الله رب العزة يقول أنا سمعت شكوى هذه المرأة التي أتت إلي. يعني ممكن أسمع شكوى أي امرأة تشكو ظلم، هل تقبل ذلك أن تشكو كزوجتك، زوجتك إلى الله؟ هل تقبلين أن تنامي وزوجك غاضب عليك لأنه ما كان عندك استعداد أن تطلب التسامح أو أن تطيب خاطره بكلمة قبل أن تلجأ إلى الفراش؟ هل تقبلين أن تخرجي دون إذنه فيما يحتاجه منك في البيت لتلعنك الملائكة حتى ترجعين؟ حدا بيتحمل هذه المسائل يا أخوان وأخوات؟ ما حدا بيتحملها إذا نظر فيها. بس شو عم بيصير فينا عادة؟ عم نتجاهل، نكب ورا ظهرنا ونمشي على أساس شو؟ أنه أمورنا ماشي وماكسيموم شو بيصير؟ يعني طلاق، دولة بتعطيني بيت، دولة بتعطيني فلوس، ومش محتاجة أحد. مسألة مش مسألة طعام وفراغ، ومسألة الفاميلي ألاونس، ومسألة أنه أنا مش محتاجيتك. مسألة هل بهذا القرار تضمنين أن الله تبارك تعالى راض عن تصرفك؟ هل بهذا القرار أيها الزوج تضمن أنك لن تؤثر على تربية أبنائك وبناتك من خلال بعض المواقف التي تتخذها في البيت والتي تدخل في صميم خيالهم وتصورهم؟ التربية مش دائما بالتلقين والتعليم على فكرة. أهم نموذج من نماذج التربية هي نموذج القدوة، الاقتداء، أن يجدوا فيك مثالا يحتذى في التدين، في الأخلاق، في التسامح. إذن هناك مبادئ أربعة لهذا التوافق الزوجي ولهذا الانسجام الأسري. بداية هي الكفء والتكافؤ، تناسب بين الزوجين، لا يكون في تفاوت طبقي ولا تفاوت يعني بعض الأحيان مادي أو معرفي، حتى ما حدا يوما ما يستخدمه ضد الآخر. والله أنا أخذتك من الشارع وعملت منك بشر وجبتك على كندا، هذه السوالف يعني. ولا كمان بالمقابل هو دائما للأسف بعضهم يزدري، ما بيشوف فيها غلط، هم يزدريها بوالديها، بوالدها، إنه كان فقير، كان رجال على أدحم. هل يجوز ذلك؟ إذا لا يجوز على صديقك ورفيقك، ليش يجوز على زوجك؟ الإهانة، تحقير، الإساءة المعنوية. وهذا يعني، وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الله خلق عليا لم يكن لفاطمة. ولذلك ردت كبار من تقدم إليها من القوم ولم تتردد فيهم لحظة، مع أنهم حملوا إليها الجاه والمال
وعرضوا كل ما يملكون. وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمر التزويج بيد الله تبارك وتعالى. المبدأ الثاني هو أن يكون في هدف رسالي معنوي من هذه العلاقة. اليوم جيلنا شو عم يعمل؟ عم يختار على أساس مثل اللي بتجيب له كتالوج كيف عم ينقي سيارة، يعني مواصفات اللي بدي فرشة جلد بدي كذا. نفس الشيء بالعلاقة، هي تنظر إلى شكله، لذلك صار فيه يعني اهتمام مبالغ بالشكل الخارجي في الفترة الأخيرة. كنا نقول إنه النساء تتزين، هلا عم نشوف صور وفيديوهات إنه رجال يتزينون ويصرفون أموال طائلة ويصلون إلى درجة بعد شوي يعني كأنه متخنف بزينته. ليش؟ لأنه يعتقد بذلك بصير مرغوب. طيب، وإذا أنا أعطيتك لوحة زيتية رائعة جدا رسمها أهم الرسامين في العالم وخليتها بالصالون أو بغرفة النوم، كيف تجلب السعادة يعني هذه اللوحة؟ شكلها حلو لكنك تتعامل مع خشب وقماش وزيت ومشاكل. الإنسان اللي شكله جميل ومضمونه فارغ لا يستطيع أن يقدم السعادة للحياة الزوجية، لا يستطيع أن يكون خوش زوجه أو تكون هي ذلك كذلك أيضا. من زرع هذه الثقافة؟ زرعها الغرب الذي يصر على أن يظهر المرأة بمحاسنها وفاتنها. شوفوا الدعايات بالإعلام، بالعروض اللي بيعملوها بالمسرح، بالتمثيل، بالفنون، حتى بالمسائل يعني الاعتيادية. سوى عقد عند المجتمع أنه إذا ما كانت مواصفات معينة بشكل معين لا تقبل، وخلق عقدة عند كثيرات قد لا يتمتعن بهذا الشكل. طيب شو ذنبهم؟ ليش بدهم يشعروا أني أنقص أو أقل قدر وقيمة من بقية الناس؟ ما أحد يرغبهم، ليش؟ بينما لو كنا نفتش عن الروح، عن المضمون، عن القيم الأخلاقية، ما في شاب يقول لك أنا عجبتني من شكلها، لا، يقول لك أنا تحدث فكان كلامها جميل معبر، فيه ذكر لله، فيه احترام، فيه أخلاق، فيه قيم، يبدأ الإعجاب من هنا. وبعدين بيقول لك جيد، ما في مشكلة إذا كانت ذات وجه جميل أو كانت ذكر، ما في مشكلة، ما عم نقول له إنه هذه مش مطلوبة، بس يبدأ الاختيار من مضمون ما تحمله من خلق وإيمان وثقافة ووعي. المبدأ الثالث الذي نستلمه من زواج علي عليه السلام والزهراء هو الاستعداد لتكامل الأدوار لا للتنافس في الأدوار. تعملين داخل المنزل، أعمل خارج المنزل. تعملين خارج المنزل، راح يصير في تقصير داخل المنزل. كيف أنا بحله؟ إذا مستعد الرجل. أنا ذاك اليوم إحدى الأخوات سألتني إنه شو المشكلة، يساعدني، قلت له ما في مشكلة، بس ما تدركيها لحظة إحراج أمام والدته أو أمام المجتمع إنه الآن تعال ساعدني، وإذا ما ساعدك تروحي إلى الشيخ تشكي. لا، يكون في حكي من البداية إنه أنا نظرتي إلى الحياة الزوجية بهالشكل تكون. أتوقع لعانة من الزوج، الزوج يقول نفس الشيء، أريدك أن تعملي، ما عندي مشكلة تعملي في الخارج أو عندي مشكلة تعملي في الخارج. أيضا هذا توضيح من البداية، مش بعد القران والزواج شويتين منصير نقول لا أنا لم أتوقع هذا الأمر، أنا لم أكن يعني أتصور هذا الموضوع. لذلك التعارف هو مش تعارف مثل ما عم يصير حاليا إنه لايكات وقلوب وورود وحكي فارغ، وبعد شوي بس تجي الحقيقة بتلاقي إنه لا متفاهمين على شيء ولا حاكيين بشيء. مضمون الجدي غير مطروح، مكتفين بهذه الأمور السطحية الظاهرية. لذلك علي عليه السلام لم يستنكف عن كناسة البيت، عن كنس البيت، عن جمع الحطب، عن إيقاد النار،
فيما كانت الزهراء سلام الله عليها تطحن الدقيق وتعجن وتحضر الخبز والآخر، يعني تعاون وتكامل. بس آخر النهار يجي بعض قلت له أنا ما واجب شرعا أعمل هذه الأمور، جيد صحيح، بس هو ليش تزوج؟ إذا تزوج نبي ما واجبها تعمل شيء، معناته لازم يجيب مع الزوجة يجيب حد يخدمه. هل هذا بإمكانه ماديا؟ هل هذا موجود أصلا في مجتمعاتنا؟ مسألة الرابعة المودة والرحمة، كنا قد أشرنا إليها في مقدمة الحديث. وكذا لا يكفي أن يكون في القلب، لأنه أكثرنا بيقول قلوبنا قلوب محبة رحيمة فعلا، بس ما بيبين علينا لأننا شرقيين وعرب وعناش ما تعلمنا يمكن من الذين سبقونا أن نظهر هذه المودة، هذه العاطفة المظهرة. لا، لذلك يحث الإسلام على التهادي الهدي. قول أحبك لا يخرج من قلبها أبدا كما ورد في بعض الروايات. الشعور معها في لحظات التعب والمرض، كما كان علي عليه السلام عندما يرى الزهراء قد أنهكها وأتعبها عمل البيت، يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل لها أنه إذا في إمكانية أن يأتي لها بخادمة تساعده. هو بيعرف يمكن الرد، أو يعني عنده فكرة عن الوضع المادي الصعب في صدر الإسلام، بس نفس المبادرة تجعله يعني يقول أني نعم أشعر معك وأعيش آلامك وتعبك. وهذه تجدها. وكان حل النبي صلى الله عليه وسلم بأن علمها تسبيح، تسبيحات التي نسميها اليوم بتسبيح الزهراء سلام الله عليها، حتى تكون سببا لحضور الملائكة ومساعدتها ولرفع الهموم والغموم عن قلوب المسبحين جميعا. هذه نعمة من النعم اللي نحن الآن بين أيدينا، وهي نعمة التسبيح وذكر الله كما علمها النبي صلى الله عليه وآله ابنته الزهراء سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون واقع أسرنا هذه الأيام واقعا يعاد النظر فيه أسسه وبنائه على أساس إنما النموذج الرباني لإلهي، لأنه التقليد الأعمى للغرب، الاتباع الأعمى للثقافات الأخرى سوف يجعلنا نعيش حياة هجينة فيها خليط شوي إسلاميات شوي غربيات شوي شرقيات شوي. لذلك بصير الانسجام صعب، بصير عملية التوافق والتفاهم دونها عقبات، لأنه توقعات الطرفين توقعات مختلفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضل بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.